اليوم أنا قناتي مرام تي في، واليوم معانا ضيوف. هو عزام، تعال. هو أخويا، هو أخويا بن بن، ها هو أخويا اسمه عزام. والثانية هي إيلا، هي أختي الكبيرة مرام، ما شاء الله. والآن ترى شوفوا بطاطيس يم يمي، حلو البطاطيس ولذيذ جدا وحلو، طعمه حلو جدي لما تاكله، توقع لذيذ ويم يمي. ودحين احنا بناكله وطعمه لذيذ يم يمي. ودحين يلا نبدأ، رعو رعو. ودحين نبدأ نقربه، رعو. يلا واحدين، بعدين رعو، بعدين شنفكر دريت والله، نشكل فيها ونرجع نكلها. طيب